والله يا باشمهندس ما نعرف عنها حاجه. مش هي بتتصل بيكو؟ لا احنا اللي بنكلمها. هي من ساعه ما خرجت من السجن وهي مش عايزه تقول لنا هي قاعده فين. طب انتوا ما سالتوهاش؟ لا بنسالها بس هي دايما تقول لنا ان هي مبسوطه وبتطمننا على نفسها. ده حتى حسين بيه والدك بعت لنا في المكتب وقال لنا ان هو عايز يعرف مكانها، واحنا قلنا له ما نعرفش، قال لنا لو عرفتوا مكانها هراضيك واجيب لكم سكن وعفش. هو بابا عايز يعرف مكانها ليه؟ اكيد بيفكر يأذيها. بقول لكم ايه؟ انا مستعد اجيب لكم عفش، فرش، اي حاجه انتم محتاجينها، بس محدش يقول لبابا هي فين. عيب عليك يا باشمهندس. هو ده برضو اللي تعرفه عننا؟ احنا ما نبيعش صاحبتنا ولا صاحبنا ولا بكنوز الدنيا كلها. بس انا مش عارف هي بتعمل معايا كده ليه؟ بعدين كنا متفقين على كل حاجه. بص يا باشمهندس، والله هو اعلم، الست اللي اسمها وهيبه اللي كانت معاه في السجن دي شكلها كده ماسكه دماغها، وشكلها كمان رسمالها على رسمه. رسمه زي ايه يعني؟ محدش يعرف. انا عايزاك تطمن يا باشمهندس، نوسه مش صغيره، ولا حد في الدنيا دي كلها يقدر يلف دماغها الا بمزاجها. على كده بقى تبقى مش طايقاني انا؟ طب محدش فيكم يعرف هي غيرت اسمها ليه؟ ما هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اسالك فيه يا باشمهندس. يعني لا مؤاخذه، انت متاكد اللي انت شفتها دي نوسه بتاعتنا؟ الا متاكد، انا شميت ريحه الياسمين من قبل ما اشوفها. مش ممكن اتوه عن نوسه ابدا. والله ما صعبان عليا الا عمر. لو فضلت حنة كده هتبوظي كل اللي احنا عملناه. هنفضل كده كتير يعني؟ انت وشطارتك. انت مش بتقولي عايزه تنتقمي من اللي دخلوك السجن؟ ايه اللي عايزه انتقم؟ طبعا. خلاص عبد القوي هو اللي هيوصلي. عبد القوي مش محتاج واسطه، ده خد نمرتي وخدت نمرته، ده حتى عايز يكتب لي الارض اللي هبني عليها المشروع. برافو عليك يا نوسه، دي اول خطوه ناجحه تعمليها. طبعا هيبقى لكم شغل مع بعض. اسمعي، انا عايزه عبد القوي يغير من حسين، وعايزاكي تسخنيه ضده علشان يطربق الدنيا على دماغه. والله انا شايفه ان الاثنين زي بعض. ايوه طبعا الاثنين زي بعض، الاثنين مرتشيين ونصابين. على فكره اعملي حسابك، الليله هنتعشى عند عزيز ابو العز. وانا لازم اجي معاكي؟ طبعا، علشان تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. مش يمكن عزيز ينفعك في موضوع عبد القوي وحسين؟ اباوي انا كنت شايفك مهتم قوي بملك هانم. باين عليها بزنس وومن هايله. ياه هايله يا حسين، ما اقولكش يا حبيبي. تصدق انا عمري ما تسرعت في مشروع زي ما تسرعت في مشروع قريه الفراعنه دي. يا اخويا طب ما دام كده ما توصيها عليا تعمل معانا كمان بزنس. ما انا فرعون برضه. لا يا حبيبي، اطلب مني اي حاجه الا ملك. دي الحاجه وهيبه فين وفين عبل ما قبلت ان انا اخش معاها في البيزنس. بقول لك ايه، ما تحرجش نفسك، ها، وما تحرجش بقى علشان ما نخسرش بعض. ايوه للدرجه دي. بقول لك يا حسين، ايه في الموضوع ده خالص، واذا كان عندك كلام في الشغل اتفضل قول. يا ريس رجب، خربوش عامل ايه معاك دلوقتي في الشغل، كويس ولا وحش؟ هو مين اصلا خربوش ده عشان يبقى كويس ولا وحش يا عم؟ وانا بسالك انت هتناسبه؟ انا بقول لك دلوقتي بقى كويس عشان بعد كده ما ترجعش تشتكي لي. لا هو بقى في حاله، ولما بوش حاجه من الشغل بيسالني. ايوه كده حبيبي، ايوه كده، طمني. امال انا كنت بظبطه ليه؟ بقول لك يا استاذ رجب، بس سيبنا شويه كده عشان عايز اكلم ابويا في موضوع مهم. حاضر يا سي ممدوح، حاضر. هو انا اقدر اتكلم الا بلسانكم؟ ما انتوا العيله اللي ماسكه الشركه. رجب بطل هالفطه، امرني. الله على احلى صوت سمعته في حياتي. صدقيني لو قلت لك انه احلى من صوت الكروان. ايه ده بقى؟ لا انا كده ازعل منك قوي. ايه انت ما سجلتيش اسمه ونمره تليفوني ولا ايه؟ لا 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 اخصى عليكي. طب خلاص خلاص ما تقفليش ولا حاجه. انا يا ستي حسين الشاورمي. باردون حسين بيه، ما كنتش واخده بالي. خلاص اوعدك المره دي هسيب الاسم والرقم. تحت امرك حسين بيه. بس انا طماع قوي. ربنا يخليكي. اول خدمه تقولي بقى يا ستي، عباوي بيه كان بيشكر فيك وبيقول ان انت عندك افكار في البيزنس هايله. ايه رايك انا مستعد ادخل معاكي في اي مشروع يعجبك؟ طب خلاص اتفقنا. قولي لي الحاجة وهيبة جنبك، طب ممكن تسأليها عن واحدة كانت معاها اسمها نوسة؟
اسأليها هي فين دلوقتي. نوسة؟ طبعا فاكراها، أنا كنت شفتها مرتين عند الحاج، وبعدين أعتقد إن هي سافرت، يمكن طنطا. عموما هبقى أسأل الحاجة وأقولك. المهم دلوقتي أنا ما عنديش فكرة بيزنس في طنطا، هفكر وأقولك. عموما أنا كنز ومفتاحه معاكي، ونفسي أعمل معاكي أي مشروع، وعلى فكرة من غير دراسة جدوى كمان. مع السلامة. ايه رايك؟ مادام جه برجليه يبقى حكم على روحه بالاعدام. بس انا اللي محيرني هو مشغول بحكايه نوسه ليه؟ عارفه ليه؟ عشان عارف ان ابنه بيحبني، ولو لقاني هيتجوزني ويبوظ الشغل اللي بينه وبين عبد القوي. ده يبقى ناوي لك على نيه بقى. اسمعي خدي بالك مني. قصدك ناوي نوسه؟ انا ملك. اه صحيح، ده اللعب ابتدى بقى. اسمعي انا عايزاكي تلوعيه حبتين. مش من اولها يا حاج، لما بس اجيب رجليه. الله 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 الله، ده انت طلعتي بنت جنيه. ده انا نوسه بنت حوريه. على فكره انا عايزه الرسومات بتاعت قريه الفراعنه عشان ابقى اديها لعبد القوي. هايل يا ملك، الرسومات تجنن. كويس انها عجبتك. صاحبك حسين باين عليه العوبان كبير. ليه؟ قال لك ايه؟ عمل ايه الراجل ده؟ المرة اللي فاتت لما شفته هنا لقيته جنتلمان قوي، عشان كده اديته نمرتي لما طلبها وخدت نمرته، بس ما سيفتهاش. لا غلطانة يا ملك، غلطانة جدا، ما كانش لازم ابدا تديله نمرتك. انا اديتها له بحسن نية لما عرفت انه يعرف الحاجة وهيبة. انا اللي معرفه على الحاجة وهيبة. الله، كان له خدمة عندها عملتها له وخلاص، كل واحد راح لحاله، انما انا والحاجة وهيبة حبايب من زمان. المهم ايه اللي حصل؟ لقيته من كام يوم بيكلمني، قعد يقول لي كلام غزل شويه، ولما شافني مش متجاوبه معاه عرض عليا فكره مشروع، وقال لي اشمعنى عبد القوي يعني؟ هو كان احسن مني؟ طبعا احسن منه، هو فين وانا فين؟ ده لولايا لا يعرف لا يروح ولا يجي، ده انا اللي عملت عضومك للشعب. بس لقيته بيطلب مني طلب غريب قوي. طلب ايه؟ قعد يسألني عن بنت اسمها نوسة، بيقول إنه كانت مع الحاجة في السجن، وطلب مني أسأل الحاجة هي راحت فين بعد ما خرجت من السجن. قوليلي كده بقى، أكيد في بينه وبين البنت دي سورياني علاقة، أصل حسين ده طول عمره رمرام، سمعته زي الزفت. تقولك يا ملك ملكيش دعوة بيه، لأنه له علاقات كتير بستات. ستات؟ ستات أي كلام. غريبة، مع انه باين عليه جنتلمان قوي. مش بالشكل يا حبيبتي، لا لا لا، انت باين عليك طيبه قوي. عموما انا هسال عليه الحاجه وهيبه. وتسالي الحاجه وهيبه ليه؟ اساليني انا يا ملك، انت من النهارده مسؤوله مني انا. يو بقى، ما قلنا شغل وبس. حاضر يا حبيبتي، شغل وبس. اهدي اقعدي اقعدي. عارفه يا ملك، المشروع ده هايل يجنن. طبعا يجنن.